ميتاليك بوندينج واضح من اسم البوندينج انها اكزيستنج ان اول ميتالز فمثلا ميتال لايك صوديوم عنده 11 الكترون متوزعين في الشلز 281 الاوتر شيل فيه 1 الكترون الصوديوم عاوز يلوز ال 1 الكترون عشان يبقى 2.8 دول لو تسع اتمز جنب بعض بيبقوا طبعا منظمين في لاتس كل واحده عاوزه تلوز الاوتر شيل الكترون فاول ما الاتم تعمل لوزنج للالكترون تخليه دي لوكالايزد يعني فري تو موف في الاستراكشر بتاع الميتل كله ومثلا بقى هنا الاتم اللي بعديها برضو تسيب الالكترون دي لوكالايزد وتبقى هي ميتل اين كل اتم من دول تلوز الالكترون بتاع الاوتر شل يبقى دي لوكالايز يعني فري تو موف وتتحول الى ميتل اين وبالشكل ده كل ميتل اتم تتحول الى ميتال اين الالكترونيك اوف جريشن بتاعتها 2.8 ويبقى في دي لوكالايز الكترونز كتيره حواليهم يبقى هنا دول لاتس اوف ميتال بوزيتيف اينز وحواليهم سي اوف دي لوكالايزد الكترونز ودي لوكالايزد الكترونز يعني الكترونز which are free to move طيب المغنيزيوم مثلا الكترونيك كونجريشن 12 متوزعين 2 8 2 كل اتم عاوزه تلوز 2 الكترونز من اوتر Shell يبقى دلوقتي المغنيزيوم اتومز كل واحده فيهم عاوزه تلوز 2 الكترونز فاول اتم تلوز 2 الكترون وتحول الى 2 بوزيتيف تشارج سيب 2 دي لوكالايز الكترونز كل واحده من

C of positive ions وحواليهم C of delocalized electrons. طب دلوقتي لما هنعمل defining للمتاليك بوند هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن electrostatic attraction forces between metal positive ions and C of delocalized electrons. يبقى إيه electrostatic attraction forces between metal positive ions and sea of delocalized electrons. طيب طبعاً لو طلب منك تجرو ال, ال, ال diagram representing a metal like sodium أو like magnesium هترسم تسعة ميتال اينز وحواليهم دي لوكاليز الكشنز طبعا لو طلب منك صوديوم هيبقى وان بوزيتيف تشارج جوه الاين وبره هيبقى في 9 دي لوكاليز الكشنز لو طلب منك مغنيزيوم مش لازم نرسم اللي هم ال 18 الكشن دي لوكاليزد اللي جايين من التسعة اينز ومش لازم نحط 2 بوزيتيف تشارجز ممكن بس بوزيتيف تشارج والدي لوكاليز الكشنز Uh, لان هو الاكزامر مش هيقعد يكاونت النمبر اوف دي لوكاليز الكشنز اللي حضرتك رسمتها هو بيبص للدايجرام عاوز يشوف بس ان في لاتس اوف ميتال بوزيتيف اينز والدي لوكاليز الكشنز موجوده دي اهم حاجه طيب دلوقتي في شويه اسئله على الميتالز ليه الميتالز بتوصل كهرباء واي ميتالز كوندكت الكتريستي الميتالز كوندكت الكتريستي طبعا عشان عندهم سي اوف دي لوكاليز الكشنز which are free to move through the metal structure يبقى هنا الاجابه هتكون due to the presence of c of delocalized electrons which are free to move through the metal structure through the metal structure ده ال first question second question why metals are malleable why metals are malleable وطبعا ممكن examiner يسأل يعني كلمة malleable أصلا malleable يعني معناه ان هو can bend into different shapes by a hammer can bend into different shapes by a hammer طيب ليه المتل ماليبل وفي نفس الوقت ليه داكتايل وبرضه ممكن يسأل ليه أو معنى كلمة داكتايل داكتايل يعني can be stretched into wires can be stretched into wires سواء so السؤال ليه المتلز ماليبل أو ليه داكتايل الإجابة هتبقى ب2 marks عشان layers of metal positive ions can slide over each other without breaking layers of metal positive ions دي عليها one mark can slide over each other دي عليها second mark without breaking دي مش لازم تكتبها وبرضه ورا اللي هو why metals conduct electricity برضو بتبقى two marks presence of sea of delocalized electrons دي بتبقى one mark free to move دي بتبقى الساكن مارك طيب في سؤال برضو تالت ايه هو الاستراكشر بتاع اي ميتال لايك ايرن مثلا يبقى هنا وات از ذا ستراكشر اوف ا ميتال لايك ايرن يعني الارن كميتال ايه الاستراكشر بتاعته الكروميوم النيكل الزنك الليد اي متل بيبقى جاينت Metallic structure. joint. Metallic structure. ومعنى كلمة joint إن هو بيبقى فيه unlimited number of metal positive ions surrounded by a sea of delocalized electrons. برضو في سؤال بيقول describe the structure of a metal. Like for example iron. Fe. فبنبدا نقول ان الايرون جاينت يعني في unlimited number of metal ions lattice يعني regular arrangement of metal positive ions of metal positive ions surrounded by a sea of delocalized elections surrounded by a sea of delocalized electrons. وممكن نقول جاينت lattice of metal positive ions in a sea of delocalized electrons. يعني هي هي لو انا قلت جاينت lattice of metal positive ions in a sea of delocalized electrons. طيب السؤال برضو ليه معظم الميتالز عندها high melting point؟ why most metals have high melting point why most metals have high melting points وليه بقول most metals لان في exception group 1 دول بيبقوا عندهم low melting point عندنا metal mercury في transition metals برضو low melting point عندنا metal gallium في group 3 عنده low melting point Fahina bin why most metals and the high melting point due to the presence of strong electrostatic attraction forces between metal positive ions and c of delocalized electrons Either due to the presence of strong electrostatic attraction forces between mean mean ما بين الميتال باف ايونز و اوف دي لوكالايز الكشنز دايما يا اي نوع من البوندنج اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الميتاليك بوندنج كلمه باند يعني اتراكشن فورسز يعني دايما باند ايكفالنت لاتراكشن ونوع الاتراكشن هنا الكتروستاتيك اللي هو ما بين بوزيتيف ونيجاتيف اللي هو البوزيتيف ايونز ميتال ايونز والسي اوف دي لوكالايزد الكترونز فلما يكون عندي اتراكشن فورسز سترونج بتوين الميتال بوزيتيف ايونز والدي لوكالايزد الكترونز هتلاقي الميتال عنده هاي ميلتينج بوينت طيب ده كده سؤال عن الميلتينج بوينت بتاع ليه موست ميتالز عندهم هاي ميلتينج بوينت طيب افترض ان انا جيت سالتك ليه الملتينج بوينت اوف magnesium اعلى من الملتينج بوينت اوف صوديوم واي ذا melting بوينت اوف ماجنيزيوم اللي هي 650 is higher than the melting point of sodium, sodium اللي هي تطلع 98 ديجري لو رحنا على الدايجرام اللي بريزنت الميتال صوديوم والميتال ماجنيزيوم هنلاقي ان نمبر 1 المغنيسيوم ايونز عندهم جريتر تشارج ذان الصوديوم المغنيسيوم 2 بوزيتيف الصوديوم 1 بوزيتيف تاني حاجه عدد الدي لوكالايز الكترونز اللي في المغنيسيوم ميتال اكتر من الصوديوم يبقى كده الاتراكشن فورسز ما بين المغنيسيوم اللي هم الايونز والدي لوكالايز الكترونز هيبقوا اقوى في من الصوديوم وكده يبقى more energy is needed to overcome the forces في المغنيسيوم اللي هي الميتاليك باندينج في المغنيسيوم عشان كده هيكون عنده higher melting point than الصوديوم يبقى هنا number one إن المغنيسيوم آينز have higher charge than الصوديوم sodium ions دي number one number two There are more delocalized electrons in magnesium metal than in than sodium metal. There are more delocalized electrons in magnesium than sodium. stronger electrostatic attraction forces, stronger electrostatic attraction forces.

is needed to overcome forces of attraction اللي موجودة جوه متل magnesium forces of attraction in magnesium اللي هي between the magnesium positive ions و delocalized electrons وده يفصل لي المagnesium عندها high melting point يبقى المagnesium فعلا has higher melting point than sodium Here, magnesium ions and higher charge. fee more delocalized electrons feel magnesium than sodium. hyper fee stronger electrostatic attraction forces magnesium than magnesium ions will delocalized electrons compared to the attraction forces the sodium ions will delocalized electrons. even more energy is needed to overcome the forces of attraction in magnesium. the metallic bonding. therefore, magnesium has higher melting point than و وبكده يبقى احنا خلصنا درس الميتاليك باندي